Rai Muhammad. لكل منا حكاية يرويها لأبنائه وأحفاده لن ينساها ما طال الزمان. لكل منا دار وحفنة تراب، شجرة زيتون أو تين، سنابل قمح إن جفت ملأت الوادي سنابل. لنا في القدس حكايات تاريخ، لنا آثار أقدام حفرت بقلوبنا، تعيش القدس حنايا القلب فينا. من هنا سيتكلم صغارنا معلنين أن لن نتزحزح عن حقنا في القدس، وعندها سيصمت الجميع أشبالنا مع أنغام أنا ابن القدس. I'm gonna make you mine.
قالوا سيموت الكبار وينسى الصغار، لم يعلموا أننا رضعنا حب القدس وحقنا فيها وأرضعناه لأبنائنا، فلم ننسى ولن ينسوا. مع شعر القدس للشاعر نزار قباني وإلقاء الطالبة إسراء خاطر. مع فقرة عن اللام الشمسية والقمرية ومجموعة من طلاب المركز. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. ثمرة جهدنا كانت نجاح أبنائكم لكل معلمين أينما كانوا. كنتم أهل الفضل، لكم منا كل الاحترام والعرفان. فقط تكريم المعلمات، تفضلي أم إيهاب والأخت رانيا. والله أخذت ما
الله واللي اعطيتها هديه في رام الله رمزي. تكريم المعلمه يكون باحترام المعلم، بمعرفه قيمه المعلم والمعلمه. للاسف احنا عندنا التدريس في البلاد العربيه قبل هون طبعا خرب، لانه لا يوجد احترام للمعلم، لا يوجد احترام للمعلم، لا الطالب يسمع كلام معلم. ولا كنا احنا في المدارس، ممكن تذكر اللي خلصوا زينا، بس الاستاذ يدخل الصف ولا واحد يحكي. احنا اليوم بنكون امداد فيهم امداد، احنا بدنا نذكر حالنا معهم، يعني ما نقدرش نحكي معهم كلمه. لو حكيت له كلمه اوه يعني انت عملت هيك جريمه. فعشان هيك بطل فيه للاسف قيمه للمعلم، عشان الطالب يقدر المعلم لما يقول له اسمع يسمع، لما يقول له بدك تتعلم هيك تتعلم هيك للاسف. فان شاء الله ان شاء الله انه احنا بهذا المركز نحاول معكم مع جهودكم انه نعطي قيمه ولو يعني مش اللي يستحقوه اكيد للمعلمات اللي شاركونا في هذا البرنامج. جزاهم الله خيرا واجرهم عند رب العالمين اكيد اكثر. نبدا مع المعلمه راويه محمد. Thank you.
I can't describe what she's done. Now honestly, خادمي هاب يعني من أول اتصلت عليها كنت لها خالته بدها مساعدة مش عارفين شو نسوي حكيت لي ولا يهمك أنا جاي نفس اليوم وبتيجي كل يوم 100% volunteer like there's no one yes. وكمان خالته عايشة في كنالون so if anyone knows where Kenalon is that's 40 minutes away وبتيجي كل يوم ولا مرة like always with a smile on her face دائما أي شيء يعني بدنا إياها تعمل أي شيء مع الأولاد دائما like she's the best I can't يعني عن جد شكرا فهاي هدية صغيرة من I don't know عم نزيد so عملنا هدية صغيرة فقر عن اللام الشمسية والقمرية وطلاب المركز